بعد المغرب البين في رمضان يعني القهاوي اللي كان يشرب فيهم في 16 ساعة راح يشربهم في ساعتين، ممكن ياخذ 3 قهاوي ورا بعض. يعني عايز يشبع بالقهوة في أقل وقت، ما تجيش هيك لكن تعود. أكثر حاجة القهوة العربية، لكن تو بحكم الأجيال الجديدة والتطور كلهم خشوا على الماكينة اللي هي إكسبريس مكياطة، ماشي يحبها القهوة العربية العادية يعني، فهمت؟ لكن في تو في من شباب يعني قاعد مستمر محافظ على يحب العربية. ما في، ما عندكش حاجة بتشربها أكثر من القهوة، لأن الأكثرية بتشرب السجائر والسجائر تبي القهوة. القهوة هي تشوفها في كل يعني سفرة، في الحوش، في الفطور، في رمضان بالذات ضروري تكون موجودة القهوة، فبدت حاجة شبه أساسية في مجتمعنا.